مشاهدينا مرة تانية. السمنة والوزن الزايد عن حده ممكن يخلي أي واحد سليم ما بيشتكيش من أي أمراض يبان إن هو مريض وتعبان وأكبر من سنه، يطلع السلم ينهج، يمشي شوية ركبه توجعه، ظهره يوجعه، فهي بتأثر على السليم. فما بالنا اللي عنده مرض مزمن أو عنده مثلا مريض قلب أو مريض سكر أو مريض ضغط، يا ترى ممكن السمنة تأثر عليه إزاي؟ إحنا معانا النهاردة دكتور خالد عبد العزيز، ماجستير النباتات الطبية بكلية الصيدلة، دبلومة التغذية والتخسيس من الجامعة الأمريكية، وعضو الجمعية الكندية لأمراض السمنة. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيكي وأهلا بكل السادة المشاهدين. عايزين نعرف السمنة ممكن تأثر على مثلا مريض القلب إزاي؟ بصي، كل الكلام اللي أنت قلتيه ده هو كل المجتمعات العلمية الطبية العالمية بتتكلم عليه، واحنا حتى لو دخلنا مثلا على مواقع موثوق منها زي منظمه الصحه العالميه وزي الجمعيه الامريكيه لامراض السمنه، هتلاقيهم بيتكلموا في اخر حاجه حصلت في 2017 لقوا ان نسبه الوفيات في امريكا رقم واحد التدخين، طب ورقم اتنين السمنه. السمنه من احد الاسباب القويه جدا اللي ممكن تؤدي الى الوفاه، وعشان كده طلع اكسبريشن جديد اسمه موربيديتي اوبيس، السمنه المميته. ايوه، فاحنا النهارده في برنامج اسال مع دعاء ما بنقولش انت بتخس عشان رفاهيه، لا، صحيح، انت بتخس عشان حياتك، علشان نفسك، علشان مستقبلك هتعيشه ازاي، صحيح، بصحه كويسه، ولا انت رايح في الطريق بتاع الديكلاين او اللا عوده. جميل. فالنهارده مهم جدا واحنا بنتكلم ان احنا نوضح للناس وكل الساده المشاهدين اللي بيشاهدونا، انت لو تخين انت في خطر. خطر. طيب، هو بيبقى عارف وقاعدين بيتفرجوا علينا وعارفين، بس الطلعه الاولانيه بتاعه الخساسين دي كانه مثلا شايف جبل وانه يبقى خاسس كانه واقف في قمه الجبل ومش قادر يطلع، يعني تخيل انت واحد تخين مش عارف يطلع السلم، هيوصل للنقطه دي ازاي؟ تقول له يعمل ايه عشان يوصل للمرحله اللي هو المفروض يخس فيها؟ طيب، برضو هقول ونعيد ونقول تاني يا جماعه اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، انت تخين لازم يكون عندك اراده. ارادتك دي هي دي مفتاح ان انت ترجع تعيش تاني بشكل طبيعي. يبقى رقم واحد الاراده. رقم اتنين اللايف ستايل بتاعك، ازاي تقدر تغير من اسلوب حياتك. طيب، انت متعود ان انت تاكل كميات اكل كتيره، وعشان اجي النهارده اقول لك قلل كميات اكلك هتقول لي انا مش قادر، انا لسه حاسس ان انا جعان، انا لسه حاسس ان انا عايز اكل. فعشان كده النهارده على مستوى العالم كله ظهرت اهميه الفايبرز، الالياف الطبيعيه. هتعمل ايه يعني الالياف الطبيعيه دي؟ هتعمل معاك ايه الالياف الطبيعيه ديت؟ لما هنبتدي ان احنا ناخدها، اول حاجه بتبتدي تعمل لي شكل الجل او الشكل الهلامي. ده بيتم جوه فين؟ اول حاجه في الكوبايه اللي انا بحضر فيها الفايبرز الالياف الطبيعيه، وابتدي ان انا اكلها. لما هتنزل عندي في المعده وازود عليها ميه بتبتدي انها تكبر وتاخد حجم اكبر. الحجم دوت هيملي المعده. اول بقى ما المعده تتملي انت ساعتها هتبتدي تحس بالشبع. انت في الحاله ديت انت شبعان، ودي هتبقى اول خطوه طريقك ان انت تخس، احساسك ان انت ما بقتش جعان. صحيح. طيب والحاجه الثانيه بقى ايه؟ الحاجه الثانيه الجسم محتاج طاقه طبعا، فهيبتدي هيعمل ايه في الحاله ديت؟ هيبتدي ياخد من الدهون المتخزنه عندك ويبتدي يكسرها ويحولها لطاقه. وبالتالي انت كده ماشي في اول خطوه ان انت تخس وتحافظ على حياتك. دي اول خطوه ليك. طيب، جميل. طيب دلوقتي في ناس ممكن تاخد الالياف دي ولما تجوع تاكل مقليات، تاكل محاشي، تاكل ايس كريم، تاكل جانك فود. هل مع الالياف في نظام غذائي لازم يمشوا عليه وبعدين، ولا ياكل اللي هو عاوزه؟ لا، مفيش حاجه اسمها اكل اللي انا عايزه. ايوه. يعني حتى الرياضيين اللي بيمارسوا الرياضه ما بياكلوش اللي هم عايزينه، اكلهم حتى بيبقى ليه نظام غذائي. سيستم صحي بالظبط في الاخر، صحي. فاكتر حاجه لازم هتساعدنا واحنا بنحط نظام غذائي ان يبقى فيه اول حاجه ميه كتير، تاني حاجه يكون فيه الياف كتير، الياف طبيعيه. الحاجه الثالثه والمهمه جدا واللي اشارت ليها الشهر اللي فات في اخر تقرير ليها الجمعيه الامريكيه للسمنه، ان احنا نقلل او نبتعد عن اللحمه الحمراء.
فدي من احد الحاجات المهمه. في ناس تتخيل ان اللحمه الحمراء دي ما لهاش اي ضرر وما بتتخنش، يعني دي المفروض ان هي بتخسس. لا، اللحمه الحمراء ديت من الحاجات اللي لازم خلاص النهارده كل الابحاث تتجه لها ان احنا نقللها. تمام. ما ينفعش ان احنا ناكلها كتير. هي بتبقى مفيده في اليانج ايج لو واحد لسه بيبني جسمه، لكن اول ما بيكتمل جسمنا خلاص احنا مش في حاجه للحمه الحمراء، بالعكس احنا المفروض نقللها ممكن مره او مرتين ماكسيمم في الاسبوع او نمنعها خالص، ده بيبقى احسن لينا. انا منعتها خالص والحمد لله، هي واللحمه البيضة كمان ما عدا السمك. انما انا عايزه اسال، سر جمال الشخص لما بيبتدي ان هو يتجه للالياف الطبيعيه او الفايبرز، كل ما بياخد فايبرز كتير كل ما يبتدي يظهر جماله اكتر وصحته اكتر، وده بيبان بينعكس على وشه. طيب، وده يخليني اسالك، هل الالياف الطبيعيه طبيعيه 100% ولا داخل فيها كيميكلز او داخل فيها حاجه صناعيه علشان تنفش النفشان الفظيع ده؟ طب هو سؤالك حلو قوي. وبرضه لازم نوضح لكل اللي بيشاهدنا دلوقتي، انا لما هقول لك خس لازم تخس بشكل طبيعي. لازم ما تخسش بشكل ممكن يعود عليك بالضرر. فلما بنتكلم على الالياف الطبيعيه بنقول كلمه طبيعيه. معنى كلمه طبيعيه ايه؟ ان هي ما فيهاش اي نوع من انواع الكيماويات اطلاقا خالص، ما تحطش عليها او نضاف عليها اي كيميكلز او اي حاجه كيماويه. بلس على كده الزياده ان هو اورجانيك. طبعا الدراسات الزراعيه في الفتره الاخيره كلها بتتجه ان احنا ناكل حاجه اورجانيك. ليه اورجانيك؟ علشان ما تاثرش على البيولوجيه وتاثر على الميتابوليزم بتاع جسمنا بشكل ممكن يكون متاثر من النبات نفسه بحاجه خدها كيميكالز او اسمده كيماويه، مبيدات، ما اعرفش ايه الحاجات دي كلها. بالظبط، يعني فاتجاه كله العالمي النهارده ان انا اخد حاجه اورجانيك، حاجه مزروعه ما كانش عليها مبيدات، حاجه ما ترشش عليها اي خدت اي اسمده، كمان التربه نفسها اللي مزروعه فيها تكون برضو بيور، ما تكونش خدت اي نوع من انواع الاسمده الكيماويه. طيب، دي كلمه اورجانيك. خلينا نشوف كده الفيديو، يعني الالياف بتعمل ايه في جسم الانسان بطريقه علميه، وانت اشرح لنا بقى يا دكتور. نوضح للمشاهدين، احنا بناخد الالياف، والالياف عباره عن نوعين، نوع بيدوب في الميه ونوع ما بيدوبش في الميه. الاثنين موجودين معانا في الالياف الطبيعيه. هنبدأ أول حاجة هنبص عليها الألياف موجودة فين. الألياف موجودة في الهول جرين اللي هي الحبات الكاملة اللي ما حصلهاش أي عملية من عمليات القمح ومعرفش إيه والحاجات بس الحبة الكاملة مش الدقيق الأبيض. يعني ما جيش تقول لي الدقيق الأبيض مثلا في الشوفان، في اللي هي الحبة الكاملة ده. هنا مثلا عندنا الفايبرز زي ما قلنا نوعين، نوع بيدوب في المية نوع ما بيدوبش في المية. أول نوع هنتكلم فيه اللي هو بيدوب في المية، حطيناه في المية بيبقى شكله عامل زي الجيل، بينزل أهو في المعدة. اول ما بينزل في المعده بتحس بالامتلاء، انت شبعت. طيب انا لما شبعت كمان انا ما اديتكش كالوريز، وبالتالي قللت مستوى السكر اللي موجود في جسمك. فلو حد عنده سكر يقدر ياخده بامان تام، لو حد عنده كوليسترول كمان يقدر ياخده بامان تام. دي برضو من الحاجات المهمه جدا، ان انا مع الفايبرز انا بقلل لك كوليسترول وبقلل لك كمان السكر اللي موجود في دمك او الجلوكوز اللي موجود في طيب الدم. يعني هي تمشي مع مرضى الضغط والسكر. طبعا احنا بنتكلم عن الامراض المزمنه، في ناس عايشين بالضغط والسكر. ده حقيقي. وعلى فكره الناس اللي بتخس يقول لك انا خلاص انا ما باخدش خلاص انسولين، ما باخدش، يعني انا بستغرب، يعني واحد عايش عمره كله مثلا على انسولين لما يخس يوقفه ويقول خلاص انا تقريبا يعني خفيت. خلي بالك يعني مرض السكر ده من الامراض اللي بقت اساسيه قوي ومنتشره قوي الايام دي عشان نظامنا الغذائي. ناس بتتخن فبيجي لها طب انا لو رجعت الجسم مره ثانيه لوزنه الطبيعي، طب انا خلاص انا مش هحتاج ان انا اخد انسولين، مش هحتاج ان انا اخد ادويه. وحالات كثيره جدا جدا لما خست فعلا ابتدت وقفت انسولين، وقفت ادويه السكر ورجعت للمستوى الطبيعي بتاعها. جميل. طب احنا معانا اهو لاول مره الاستاذه الالياف جت لنا هي بنفسها. انت يعني انا دايما بشوفها في فيديو، بس هنشوفها عملي بقى المره دي. حضرتك بتحطها في كوبايه ميه قد ايه؟ يعني احنا هنشوفها عملي، وانا كمان يعني للساده المشاهدين انا حاسس ان انا وزني زاد 2 كيلو، فكان لازم ان انا ابتدي اعمل وقفه مع نفسي فاقول اعمل ستوب على طول. هيعقدكم بقى ويقول لكم وزني زاد بقى ويعقدكم بقى. انا بقى الناس بقى اللي اتضايقنا ويبقوا بقى سمباتيك ويقولوا احنا تخنانين فنروح نعمل ايه بقى؟ طيب نجرب برضو مع السادة المشاهدين. دي الألياف. هي بتبقى علبة فيها كام كيس؟ ولا يعني بتبقى فيها يعني علبة فيها أكتر؟ فيها هو الكورس اللي بياخده البيشنت اللي عايز يخس بياخد كورس لمدة 3 شهور. بيبتدي ان هو ينزل وزنه. ده الكيس بيتاخد مره بقى في اليوم ولا يتاخد؟ احنا بناخد كيس في نوع من الفايبر زي ما قلنا الفايبرز نوعين، نوع بيدوب في الميه ونوع ما بيدوبش في الميه. فبناخد فايبرز فتره الغداء، ده بيبقى نوع،
وفي نوع تاني بناخده فترة العشاء. ده النوع التاني. احنا كده المية هي جهزناها في الكوباية، نص كوباية مية. نص كوباية مية. ابتدي احط الفايبرز. بتحطها كلها؟ هنحط الكيس كامل. الكيس كله بالظبط. ونبتدي ان احنا نقلب بشكل دائري زي ما احنا شايفين كده. التقليب يعني بياخد حوالي من دقيقة لدقيقتين معانا. ده دي بتاعت فترة الغداء؟ دي فترة الغداء. اوكي، قبل الغداء بقى بنص ساعة ولا بقد ايه؟ لا احنا يعني خلاص في وقت الغداء احنا بنجهزه وبنبتدي ان احنا ناخده. وقتها على طول بعد ما احنا بناخده ما بنحسش ان احنا جعانين فبناكلش. يعني انت انا خلاص انا مليت لك المعدة. محضرة طبق الغداء اتفرج عليه هاخد دي وماكلوش. ده الغداء بتاعنا يعني. اللي عايز يتغدى النهارده. وبعدين سهل زي ما شفنا كده الكيس، سهل ان انا اخده معايا في اي مكان، لو انا في شغل، لو انا في اي حته. بدات لو الكاميرا حتى هتقرب فابتدى ان هو هي قريب. يبقى جيل ماسك كده، جيل. حتى انا بقلب دلوقتي بصعوبه. بدات تتقل فعلا. بالظبط، بقلب عليه بصعوبه. لو مسكنا الكوبايه يعني الله 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 تمام. فهو كده بقى جاهز. برضو الكوبايه اهي قلبناها كلها. ونبتدي ناخد بالمعلقه. ده عامل زي السيريلاك شويه. نفس الفكره كده قريبه. بس هو زي ما شرحنا حتى في الفيديو، هو هيبقى بشكل الجل، هينزل المعده بقى هيملاها كلها. طعمه ايه؟ بص، هو طعمه مسكر شويه. ده طبعا لانتيجة ان الالياف الطبيعيه بتيجي من نباتات وبتيجي من فواكه. فطعمها اوريدي مسكر السكارة الطبيعي، هو مش منضاف عليه سكر. وبالتالي كمان يعني حتى طعم الفايبرز المسكر كمان مش ما فيهوش كالوريز. زيرو كالوريز. فانت بتاخدي حاجه ضل، حاجه ما لهاش اي نوع من انواع الكالوريز اللي ممكن انها تاثر فينا. فكده طعمه حلو. ودي تتاكل كلها؟ طب يلا بقى خلص زي الشطور كده الكوبايه بتاعتك. يعني يقدروا يخلصوها كلها. وفعلا لما ياكلوا، انا شايفه انه يعني ده بقت يعني ما بتنزلش. بالظبط، هو حتى طعمه في البق حلو قوي. الناس كبار في السن اللي ما عندهمش اسنان، فانت مش محتاج انت تمضغ. هو على طول بيبتدي ان هو زي الجيلي كده. بيتبلع على طول. كمان في ريحه حلوه قوي. فحتى بالنسبه للسيدات انها بتحب الحاجه اللي تبقى فيها ريحه، فيها ريحه خفيفه قوي كمان حلوه. ريحه السنامون، ريحه القرفه، بس خفيفه جدا. يعني تكاد تكون ملحوظه بشكل يعني دقيق لو حد منهم وعندهم حاسه شم قويه يعني. جميل. طيب المفروض بقى نتيجته تبان بعد قد ايه؟ السؤال ده حلو قوي، لان كل الناس بتسال عن النتائج. انا النهارده يا دكتور هاخد الالياف الطبيعيه، نتيجته هتبان بعد ايه؟ اولا في انديفيدوال فاريشن، في اختلاف من شخص لشخص. في واحد ممكن تلاقيه هيخس في الشهر 10 كيلو، واحد تاني هيخس في الشهر حوالي من 5 ل 4 كيلو. لان انا ببتدي اهل جسمك ان هو يخس. بس المتوسط العالمي ان انت جسمك هيخس في الشهر 6 كيلو. و6 كيلو كمتوسط عالمي ده رقم حلو جدا جدا جدا. انت لما تخس 6 كيلو انا مش هاثر على بشرتك، نضارتك هتفضل زي ما هي، الوش هيفضل منور زي ما هو، الجلد مش هيحصل فيه علامات او تمدد. الحاجه الثالثه كمان اعضائنا الداخليه اللي احنا مش شايفينها. يعني انت جوه جسمك هنا انت في حاجات كثيره مش شايفها، زي مثلا الكبد، زي الكلى. كل الحاجات ديت انت بتحافظ عليها لما وزنك بينزل المعدل العالمي. ناس كتير بيقولوا لنا انا همنع الاكل. وهقعد فترات طويله من غير اكل وهخس. هتخس، مش هقول لك مش هتخس، بس التبعيه بعد كده هتصاب بامراض كتير. الحاجه الثانيه، وقت ما هيجي عليك فتره مثلا وليكن اسبوع او 10 ايام او 15 يوم، هيحصل لك فجعه، هتلاقي نفسك عايز تاكل وبشراسه. فوات ايفر ال 2 3 كيلو اللي انت نزلتهم انت رجعتهم مره ثانيه. ده في حاله انه يعني عمل الرجيم الثاني اللي هو الرجيم اللي هو هيمنع كيميكال او بالظبط، هيمنع اكله، هيمنع كيميكالز وبتاع. طب ليه؟ ما النهارده العلم الحديث، النهارده بقى عندنا فايبرز، عندنا الياف طبيعيه موجوده كمان مرخصه من وزاره الصحه، ناخدها بامان تام، ما عليهاش اي كيماويات، اورجانيك. كمان الاف دي اي، والاف دي اي اللي هي الفود اند دراج اسوسيشن الامريكيه. الاف دي اي ديت هي اللي النهارده بترخص الاكل والدواء اللي بياخده المواطن الامريكي. تمام. واحنا عارفين قد ايه المواطن الامريكي وزاره الصحه هناك بتحافظ عليه بشكل كبير جدا. اللي هو لا يمكن انها ممكن تصرح بحاجه ممكن انها تضر هذا الانسان. فالاف دي اي النهارده مصرحه بالفايبرز للناس اللي عايزه تخس. اي حد عايز يخس انسب طريقه ليه النهارده هي الالياف الطبيعيه. طيب معايا منى. ايوه مع حضرتك. اهلا بيك يا منى. اهلا بحضرتك. اهلا، ازيك يا استاذه دعاء؟ اهلا بيك يا حبيبتي. انت استخدمتي الالياف دي؟
ايوه استخدمتها. قعدتي قد ايه تاخديها؟ اولا وزنك كان قد ايه وبقيتي وخسيتي قد ايه؟ وزني 135 واول اسبوع خسيت 2 كيلو. 2 كيلو ايوه في اول اسبوع. كنت بتاكلي كنت بتاكلي كانت بت يعني كنت بتشبعي ولا كنت ايه؟ احكي لي كده يعني، احكي لي تجربتك مع الالياف. والله انا بالنسبه ان انا الالياف كويسه معايا بتشبعك يعني؟ حسيت ان انا خسيت فعلا عليها. طيب كويس. بتشبعي لما بتاخديها؟ نعم ايوه بشبع، وبحس ان انا بطني معدتي ممتلئه اكل ومش عايزه اكل، بقعد فترة كده ببقى مش عايزة اكل فعلا، وما باخد الكيس الثاني بتاع بالليل باخد علبة الزبادي بالعافية يعني مش طيب يعني ما بقاش جعانة. وبقالك قد ايه بتاخديها؟ انا ليا كده بالظبط اسبوعين، اول اسبوع خسيت 2 كيلو والاسبوع ده يعني برضه هيبقى كده، لان انا حاسة ان انا ايديا رفعت وجسمي خف. طب كويس. هو الخسسان على فكره ببطء افضل كتير من الخسسان بسرعه لانه ما بترجعيش بسرعه. انت كان عندك أيوة مشاكل صحيه يا منى؟ ايوه عندي ضغط وعندي سكر. طيب ان شاء الله يعني تحسن من الضغط والسكر. حضرتك عايز تسالها اي سؤال يا دكتور؟ قولي لي يا منى، انت سعيده بحياتك النهارده بعد ما نزلت يعني جسمك ابتدى ينزل اهوت واكيد؟ الحمد لله ايوه ايوه. طب ابتديت يعني حاسه في تفاؤل، متفائله ان انا ابتديت ان انا اخس، انا اول مره احاول اخس. طيب اول مره؟ ايوه اول مره احاول ان انا اخس. عشان في حاجه مساعده ساعدتك انك تخسي وتشبعي؟ يعني في حافز، انما الاول كنت ببص كده النظام الغذائي في حرمان في كده يعني طبعًا. بالنسبه لي بيبقى ايه تقيل. شكرا ليك يا منى. يعني هو ده الهدف اعتقد من الالياف، انه يبقى في حاجه تساعد وتسند في وقت الجوع ووقت يعني الواحد يبقى باصص كده الناس كلها بتاكل جاتو وبتاكل حاجات وهو هيموت عليها، غير لما يبقى شبعان ومش عايز ياكلها. صحيح. يمكن منى قالت كلمه عجبتني قوي، قالت انا متفائله حته التفاؤل، فانت النهارده اتفائل هتخس ما تقلقش. طيب انا عايز اعرف سعراتها، هل ليها سعرات عاليه او سعرات يعني في ساعات ناخد حاجه علشان نملى بيها بطننا فيبقى سعراتها برضو عاليه؟ طيب السؤال ده على فكره حلو قوي. الفايبرز ما فيهاش سعرات حراريه خالص خالص. طيب فيها ايه تاني ممكن ان هو يساعد جسمك؟ لا هيساعد جسمك لانها الياف طبيعيه، فبالتالي هتمدك بكل الفيتامينز والمينرالز اللي محتاجها الجسم. فانا ما اديتكش سعرات حراريه بس اديتك فيتامينز ومينرالز املاح هتساعد جسمك النهارده ان هو يخس، بس في نفس الوقت ما يتاثرش. وده الفرق لما الناس اللي هي بتقول لك انا همنع اكل عشان ما يبقاش فيها سعرات حراريه، طب ما انت ما خدتش الفيتامينز والمينرالز اللي محتاجها جسمك، وبالتالي انت النهارده جسمك بيحس ان هو في انهيار، فتلاقي شعره بيقع وتلاقي جلده ابتدى يحصل له فيها ترهلات وابتدى يحصل علامات سوداء تحت العين. لا ليه؟ عشان ايه؟ عشان تخس؟ لا خليك زي ما انت كده تخين، او خد بقى الالياف الطبيعيه وابدا خس بشكل صحيح. ابدا خس بشكل فعلا يديك التفاؤل، يديك الحب في الحياه والحب ان انت مظهرك حتى في وسط اصحابك في وسط اهلك يلاقوا لا شكلك بقى احلى. جميل. دكتور خالد عبد العزيز انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يعني، ونتمنى انه التجربه دي يعني تشجع ناس كتير ان هم يخسوا. فكره ان احنا نعيش بصحه ما نعيش يعني تعبانين وشايلين في 2-3 شايلينهم فوق ظهرنا يعني، او واخدين طريق النهايه يعني زي ما الجمعيه الامريكيه للامراض السمنه بتقول. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا بيك. دكتور خالد عبد العزيز ماجستير النباتات الطبيه بكليه الصيدله، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المشاهده، نشوفكم على خير ان شاء الله بكره. سلام عليكم.